هنتكلم برضو لان ناس كتيره بتحب ان هي تعرف التفاصيل والكواليس. طب والاهلي هيتمرن فين؟ طب ايه اللي هيحصل؟ خليني اقول لحضراتكم ان الاهلي وفريق اوكلاند سيتي هيخوضوا التدريبات بتاعتهم على ملعب سانيه الرمل. هو الملعب ده يعني ملعب تاريخي شويه كريم، والى حد ما برضو خلينا نرجع، هو المفروض تم تشييده عام 1913، فزي ما عندهم هناك هو زي مزار كده تاريخي، فبرضو حاجه عريقه وحاجه كويسه زي ما حضراتكم شايفين. بس طبعا تمت صيانته وتمت تحديثه او تم تحديثه بشكل كبير، بس هو من يعني هناك الملاعب المشهوره جدا، والمفروض ان هي لها برضو ثقل. فده المكان اللي هيتم فيه التدريب للفريقين، فكل التوفيق ان شاء الله. المفروض برضو ان هو بيتسع بعد التجديدات اللي حضراتكم شفتوها ل 15,000 متفرج.